التي أقامتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة وجماعة العرايش، حيث شهدت نجاحاً في الأنشطة على كثرتها وتنوعها طيلة مدة 10 أيام من ندوات وقراءات شعرية وقصصية وزجلية وتوقيعات وعروض مسرحية وموسيقية وورشات موجهة لفئات الأطفال واليافعين. إن لم يكن لها أن تتحقق ولم يكن ممكنا نجاحها لولا الجهد المشترك لكل من وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة وجماعة العرايش والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي لعلم العرايش الذين قدموا كل ما في إمكانهم لتأمين نجاح هذه الاحتفالية. لم يكن ممكنا نجاحها دون هذا التفاعل المنقطع النظير لهيئات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية المحلية والمصالح الخارجية والمبدعين المحليين والإقبال يوم الحاشد على المركز وفعاليته. سنوات الشغال والتنسيق مع الثقافات ومجلات العرايش عبر مجموعة مشاريع ومجموعة اتفاقيات ومجموعة فقرات فنية وثقافية شملت تقريبا جميع الأماكن التي تدخل في منتصف قطاع الثقافة. إذا كما قلت هذه الاحتفاليات كانت ثمرة حاولنا من خلالها أن نعمل أولا على افتتاح هذا الصف الثقافي ليكون مفتوحا في وجه جميع المؤمنين والمثقفين في المدينة، وأن نحاول أن نجعل هذا الصف مساهما في التنمية الاجتماعية عبر جانبه في خدمات الصناعة الثقافية. أجدد شكري لكل الموظفين ومسؤولي جامعة العرايش على المجهودات الكبيرة وعلى القدرة اليومي والتنسيق الدائم. شكر كذلك لجميع المثقفين وجميع المبدعين الذين ساهموا بشكل كبير في الرقي للبرنامج العام لهذه التظاهرات، والشكر كذلك موصول للساده رجال الاعلام عبر تقويتهم اليوميه لفقرات هذه الاحتفاليه. دون ان ننسى اقتدم الشكر جميع الفرق الموسيقيه والفرق المسرحيه كذلك المحاضرين والمتدربين في جميع الانشطه، وشكر كبير للاستاذه عاطف التي كانت سبب كبير من خلال تقديمها وإعلانها في جميع الفقرات. شكرا.
prépare en cas de besoin. Ce plongeur dans les connaissances qui cache le destin. Racade à la force d'un héritage qui a résisté à l'assaut du temps. Je suis un enfant qui a bu de la sagesse de mes ancêtres.